بتاريخ موافق تشرين 2005، وهي اليوم في ربيعها الثامن عشر، وتحت شعار حصيلة المجازات المكتسبة المرحلة الثالثة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، في ظل القيادة الرشيدة لجلالته حق الله. وجدير بالذكر أن إقليم تردنت الذي ننتمي إليه جغرافيا يزخر بأمثلة كثيرة تجسد بجلال الآثار الإيجابية للمشاريع التنموية الواعدة التي ملكت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لها اهتماما كبيرا في مختلف مراحلها ومجالات تدخلاتها. بيد أني هنا سأتحدث باسم الجمعية التي أمثلها، جمعية المساعي الحميدة بجبال الأطلس الكبير الغربي التابعة الإعلامية لجماعة أتروتن قيادة تملك دارية تردنت، في نقطة جبلية على ارتفاع 1920 من سطح البحر. هذه الجمعية التي أبت اليوم ونحن نعيش هذه الفكرة الغالية إلا أن تدلي بشهادة الحق للتاريخ، معبرة باسم جمعها العام عن خالص الشكر والامتنان لصاحب الجلالة على إقليم تردنت السيد حسين أنظار ورئيس لجنة إقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الجهود المبذولة المباركة في سبيل إبراز حيل وبلاد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد إقليم تردنت. ونثمن عاليا كمجتمع مدني نشيط في إقليم الأوراش والإنجازات التنموية العامة التي صاحبت اللجنة الإقليمية لرئاسة سيادة العامل على تنزيلها في أرض الواقع أحسن تنزيل، في حس عال من المسؤولية وجدية الأفعال والوعود ومنهجية عمل متناسقة تستهدف خلق تنمية محلية بمقاربة تشاركية تمتاز بالطموح العظيم وترتيب الحاضر بالمستقبل، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبما يستجيب للتطلعات وأهداف مبادرته الوطنية للتنمية البشرية التي نال بها جلالته نصره الله وصهر على تنزيلها في أرض الواقع أحسن تنزيل. وفي إطار شهادة جمعية المساعي الحميدة لا بد أن أنوه باسم الجمعية على جهود اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برئاسة سيادة العامل المحترم في سبيل التنمية المحلية بمنطقة تمس الكبريتية التي أنتمي إليها وأذكر ما يلي. أولاً، برسم سنة 2020 اقتنى تجهيزات التمدرس في إطار برنامج دفع التنمية البشرية للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه التجهيزات التي سدت خصاصاً هاماً لمؤسسة تمس وضار فقيها الخاصة بالتعليم العتيق فيما يتعلق بورشات الفنون التشكيلية للأطفال الصغار وتقديم الأدوات العلمية والأدبية والدورات التكوينية للشباب والمدرسين والمتمدرسات المحددين من مختلف الجماعات الترابية في الإقليم بل من أقاليم أخرى بهدف الرعاية الاجتماعية ومتابعة الدراسة في التعليم العتيق النظامي بدون مقابل مادي. ثانيا، برأس سنة 2021 اقتنى آلة خياطة وتجهيزات رياضية في برنامج الدفع للتنمية البشرية في الأجيال الصاعدة. هذه التجهيزات التي منحت العديد من الشباب والشابات سواء بمؤسسة تمس وطار فقيها خاصة للتعليم العتيق أو غيرهما من نصائح منطقة تمس في فصل صف المواهب وتعزيز الرغبات الإبداعية وخلال الاستفادة من الأوراش المهنية التي تؤطرها الجمعية بمقر النادي النسوي لتنزلت في مجالات الطبخ بكل تمويناته وأشكاله والخياطة بنوعيها التقليدي والعصري والأعمال والحرف اليدوية التي تسخر بها المنطقة، بالإضافة إلى تهيئ فضاء بمعدات وسائل ترفيه الأطفال الصغار وإشباع رغباتهم وحاجياتهم النفسية والسلوكية. ثالثا، برأس سنة 2022 اقتنى تجهيز
لجلال